شو حلوه اخبارنا لليوم، يعني رغم المرض نيرمين ورغم الوباء، لكن الناس كمان طاقتهم شوي ايجابيه، عم يحاولوا يعملوا اي شيء ليقدروا هيك يطلعوا من نفسيتهم اي شيء سيء. صحيحه، ما قدمنا صار غير نحن نرفع طاقتنا الايجابيه، مثل ما ذكرنا الطاقه السلبيه شوي محاوطتنا، الضغوطات شوي كثيره، ما لنا غير الطاقه الايجابيه. اكيد دائما نيرمين. حنحكي عن شهر نيسان يلي تميز بالعديد من الاحداث الفلكيه، فمن ظاهره القمر العملاق الى مذنب اطلس الذي اصبح الشغل الشاغل لمواقع التواصل الاجتماعي. بدايه علمنا انه الجمعيه الفلكيه السوريه اصدرت بحث علمي حول علاقه الاوبئه بالمناخ والحرارة. هذا البحث وهذا الموضوع أكيد ونتائجه راح نتابعه ونتابع تفاصيله مع ضيفنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. سعد صباحك. سالي صباح الورد نيرمين، سعد صباحكم، صباح الحلو، صباح الجميل، صباح التفاؤل. يعني مثل ما تفضلتوا نيرمين سالي، دائما نحن بدنا معنويات، بدنا طاقة إيجابية، بدنا شيء فائلنا، فنحن دائما نبحث عن النصف المملوء من الكأس، لأنه فعلا نحن بالمعنويات العالية بالإيجابية. صدقوني أكبر مرض وأكبر وباء ممكن نهزمه، أكبر فيروس مهما كان، مو بس كورونا، الأكبر من كورونا ممكن نهزمه بالضحكة وبالبسمة. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك. رح نبدأ من نشاطكم الأخير وهو بحث بعنوان علاقة النشاط الشمسي بالأوبئة. خلينا نتعرف أكثر عن نتائج هذا البحث. تمام نيرمين. بالفعل نيرمين سالي، نحن ببداية موضوع انتشار كورونا بنهاية عام 2019 كان عممت الاتحاد الدولي للفلك ملاحظات حول موضوع النشاط الشمسي. كان النشاط الشمسي بآخر عام 2019 بأدنى حالاته، فكان في بحث عم يتداول بين العلماء هو علاقة الأوبئة قبل ما ينتشر حتى كورونا بهذا الشكل بالنشاط الشمسي، لأنه ظهور الطاعون، ظهور الكوليرا عام 1820 1920 وهالارقام موثقه، يعني موثقه ومعروفه لدى كثير ناس، انه عام 1820 كان الطاعون، عام 1920 كان الكوليرا، عام 2020 عندنا الكورونا. طيب ليش هال 100 سنه 100 سنه 100 سنه عم ينتشر وباء يكون ضحايا الملايين؟ هذا الشيء دعا الاتحاد الدولي للفلك انه يقدم بحث حول علاقة النشاط الشمسي بالأوبئة. هذا البحث وصل لعنا، نحن لاحظنا أنه في ثغرة بالبحث. الاتحاد الدولي للفلك كان عم يوجه هو والمنظمة العالمية للأرصاد أن هناك علاقة ما بين الاحتباس الحراري وسوء المناخ مع انتشار الأوبئة. صحيح. يعني نتذكر عام 1820 حرب، 1920 حرب العالمية الأولى، 2020 كان في حروب بالعالم، لكن نحن لاحظنا نقطة ثانية تماما، وهذا بحثنا كجمعية فلكية سورية قدمناه فعلا، هو مستند على فكرة العلاقة الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس بنشاط الشمسي بتعقيم الأرض. نحن مثل ما بنعرف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية عادة بالتعقيم. عم نلاحظ لما عم يكون عندنا تغيرات بالنشاط الشمسي عم يصير معها يترافق مع تغيرات بكمية الأشعة فوق البنفسجية الواصلة للأرض. بالفعل جبنا قياسات، تعاوننا مع مراصد عالمية، قدرنا نحصل على بيانات حول هذا الموضوع من عام 1820 لليوم، وبالفعل لقينا هناك تغيرات تترافق مع كل وباء بتغيرات مع النشاط الشمسي. هل يا ترى ذلك يعني ان النشاط الشمسي هو اللي عم يساعد الوباء للانتشار؟ طبعا سواء بوجود نشاط شمسي او عدم وجود نشاط شمسي، هناك اوبئه، هناك فيروسات، لكن هناك عوامل مساعده للفيروسات بالانتشار. هذه العوامل المساعده للفيروسات بالانتشار، يعني أن يكون معدل الإصابة عالي، هو يتعلق بالشمس ويتعلق بالبيئة المحيطة فينا. هون وصلنا نحن كجمعية فلكية سورية وقدمنا هذا البحث فعلا، اليوم عم نترجمه لننشره بمجلات علمية محكمة، نحن ساهمنا فيه، وكانت رسالتنا للعالم كسوريين أنه نحن قدرنا نلاقي حلقة مفقودة من الحلقات علاقة الأوبئة بالنشاط الشمسي، أن هناك علاقة ما بين كمية الأشعة فوق البنفسجية الواصلة للأرض وما بين معدل انتشار الأوبئة والفيروسات. هذا يعني أن درجة الحرارة قد تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا. نعم. فيروس كورونا لاحظنا انه من 3 الى 17 هي الحراره المحببه لديه بالانتشار، يعني معدل الاصابه عم يكون 3، يعني كل شخص لا سمح الله عم يصيب 3 اشخاص، 2.7 بالضبط. لكن كل ما ارتفعت درجه الحراره عن 17 او انخفضت عم يكون الار معدل الاصابه اقل، وبالتالي هذا الشيء يمكن يدعو شوي للتفاؤل انه الحراره لها دور ايجابي، يعني نحن مقبلين على الصيف بالحد من انتشار هذا الفيروس عالميا، لكن كمان في نصف ثاني للموضوع انه بالنصف الكره الجنوبي بيكون عندهم صار شتاء، فقد نلاحظ انه سرعه انتشار هذا الفيروس
بالنصف الكروي الجنوبي اللي لحد الان ارقامه ما زالت ارقام قليله، وان شاء الله يا رب يكون الحراره قاضيه على الفيروس ما ينتشر باي مكان اخر. حاجه يعني اخذ حده لازم بقى يقضى عليه ان شاء الله يا رب. مثل ما ذكرت دكتور، يعني دائما اي بحث علمي يعتمد على نظره مستقبليه لاي موضوع كان. نحن مثل ما بنعرف انه نحن هلا موضوعنا هي حروب البشريه مع الفيروسات، على شو اعتمدتوا من خلال هذا البحث العلمي اللي قمتوا فيه؟ تمام، اول شيء نحن اعتمدنا على مرصد سوهو اللي هو دائما مرصد حول الشمس، بيبعث لنا بيانات الشمس اول باول. لاحظنا خلاء الشمس تماما من اي بقعه شمسيه عام 2020، وهذا اللي عم يخلينا نشعر بالبرد الزايد. اذا لاحظتوا البرد ما زال، يعني صرنا نحن بالنسان لساته موجود. هذا يثبت كلام انه النشاط الشمسي بادنى حالاته. اضافه لهالشيء قصنا الاشعه الفوق البنفسجيه، تراسلنا مع جامعات عريقه عملت ابحاث مشابهه لبحثنا مثل جامعه كامبريدج، مثل ناسا اللي عملت حتى بحث عن النشاط الشمسي، مثل وكالة الفضاء الروسية، مثل مركز الصحة الصيني. تواصلنا مع عدة مراكز علمية، تناقلنا نحن وياهم الأفكار، حاولنا نوحد أفكارنا، يعني شيء ناقصنا يكون عندهم، شيء ناقصنا يكون عندنا، لحتى قدرنا نكون هذه الرؤية اللي بتنبئنا بالمستقبل أنه لازم نتابع النشاط الشمسي بشكل أكبر حتى نتلافى أي وباء قادم بالمستقبل. يعني صار عندنا شبه واضح، إذا رجعنا لعام 1520 بالضبط كان في عندنا وباء غير 1800 حتى. يعني من 1520 كان كل 100 سنة عم تكرر عنا حالة وبائية. فطيب ليش هالبلوك ال 100 سنة اللي عم تترافق مع انخفاض النشاط الشمسي؟ نحن بنعرف كفلكيين انه كل 100 سنه في تغيرات بالنشاط الشمسي. كل 100 سنه حتما في دوره سارس اللي هي 11 سنه 110 تقريبا عم يكون في تغيرات بالنشاط الشمسي. طيب ليش عم تترافق مع انتشار الاوبئه؟ هذا الشيء اللي عم يخلينا بالمستقبل نعرف كيف نمنع الوباء بالانتشار قبل انتشاره، يعني نعالج المشكله قبل تفشيها. يعني قبل ما كان كورونا يتفشى، قبل ما لا سمح الله بعام بعد 100 سنه، يعني بعام 2120 ان يكون عندنا وباء قادم، انه نعرف شو هي الادوات يلي لازم نحن ننشرها، مثلا اشعه فوق بنفسجيه، معالجه طبقه الاوزون وهي الاهم، معالجه طبقه الاوزون، معالجه الاحتباس الحراري. بهالثلاث نقط نحن بنكون حمينا الارض من اوبئه قادمه. صحيح، كثير يمكن دراسات هلا عم تقول قديش نسبة التلوث خفت، قديش الكرة الأرضية تنفست وارتاحت، أمور كثير لازم نشتغل عليها. بننتقل لظاهرة فلكية ثانية هي القمر العملاق، كثير من الأشخاص رصدوا هي الظاهرة ببيوتهم وصوروها، خلينا نحكي عنها شو سببها وكيف يمكن الاستفادة منها. بالفعل كان من أجمل ما أنار سمائنا بالأمس وأول أمس وحتى اليوم يعني مستمرة هو القمر العملاق اللي هو فعليا كان يوم الأربعاء شفناه. لاحظتي طبعا الضوء تبعه كان قوي بالضبط، هو الحلاوه فيه بضوء هالمره. القمر هالمره هو من اقرب الحالات القمر من الارض، كان على بعد 357 الف كيلومتر فقط، هو وسطيا 384 الف، يعني قرب تقريبا 30 الف كيلومتر، وبالتالي كان اكبر من حجمه ب 17% والمع باكثر من 30%. اضافه لهالشيء يترافق هذا القمر العملاق مع بدايه فصل الربيع، فيسمى القمر الوردي لانه لونه شوي هيك بيجي على وردي، وخاصه قبل ما يشرق بيترافق مع الربيع وازهار الربيع، وبالتالي كانت من الظواهر الفلكيه الجميله جدا يلي فعلا استمتعوا فيها الناس، خاصة يوم الأربعاء. يعني الناس ببيوتها لقيت القمر عم يطلع، تواصلوا معنا كثير انه عم نشوف القمر كبير، خير في شيء؟ لا، هذا القمر العملاق تبع نيسان يلي هو قبل اخر قمر عملاق، عندنا قمر عملاق اخر بايار، يعني يلي فاته مشاهده القمر العملاق بنيسان جاي ايار، لكن القمر العملاق تبع نيسان كان ميزته انه هو اقرب اقمار، ايار حيكون ابعد شوي. بايار في توقيت محدد؟ بالضبط، هو ايضا ب 22 ايار ان شاء الله، كمان حيكون في عندنا قمر عملاق او بالاحرى مو 22 ايار، اسف 14 ايار، رح يكون بمنتصف شهر رمضان تماما يعني تقريبا، هيكون أيضا عندنا أمر عملاق آخر جميل، لكن أمر نيسان كان جماليته أنه كانت السماء صافية، يمكن لاحظتوا هذا الشيء، أول ما شرق عكس ضوء كثير جميل اللون الوردي، أعطى تفاؤل للناس، إضافة لتأثيره مثلا على الناس اللي عندها دم منخفض، القمر البدر دائما بيزيد ضغط الدم فبيرتفع نسبة الدم أكثر إلى الدماغ، بالتالي بتلاقوا في ناس كتير بتتفائل بالقمر البدر. إضافة لهالشيء في ناس كتير للأسف الشديد طبيعي تتشائم بالقمر البدر حسب حالة ضغط الدم عندها وحسب الحالة الصحية اللي عندها. صحيح، لا القمر حلو بكل صحيح. أشكاله، وخاصة مثل ما ذكرت نهار الأربعاء كان له تأثير خاص، حتى كان ضوء غير يعني عن باقي الأيام، يمكن بتشوفي نرمين الضوء هيك شوي كيف النيون بس لا أعلى بشوي
شوي على صفاء كان جميل جدا، كان لازم تسموه أمر نيسان. تماما يعني أمر نيسان. أمر العملاق. خلينا نحكي أيضا عن مذنب الأطلس اللي شغل مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن هذا هو الخبر المحوري خلينا نقول هالأيام عن كل وكالات فضاء، عن كل المهتمين بعلوم الفضاء والفلك. فعلا مذنب، يعني في ناس كثير تتفائل بالمذنب. هلا فعلا في مذنب موجود الآن بسمائنا لكن لا يرى اليوم غير بالتلسكوبات. هذا المذنب اكتشف عام 2019، يعني جديد بكانون الأول، تخيل مرافق مع كورونا، بكانون الأول حتى 2019 تم اكتشاف هذا المذنب، كان على بعد 226 وحدة فلكية، يعني كتير بعيد. لكن تفاجأ العلماء بسرعة اقترابه باتجاه الشمس. اليوم هو على بعد تقريبا ربع وحدة فلكية فقط من الشمس، حيدور حول الشمس ويرجع. هلأ العلماء عم ينتظروا 29 نيسان لحظة خروجه من خلف الشمس. إذا كان المذنب حافظ، هذا المذنب الذي زمي أطلس نسبة إلى قارة أطلانتس الغارقة أو الموجودة أو عدم موجودة، أسطورة أطلانتس، سموا هذا المذنب تيمنا بهذه القارة. إذا استطاع هذا المذنب أن يدور حول الشمس ويعود بيوم 29 نيسان، فنحن أمام ظاهرة كونية فريدة جدا. سنرى المذنب بالعين المجردة بسمائنا لمدة أكثر من 10 أيام وهو عم يمر بالزمن مع زيره الجميل. لكن اليوم معطيات عم تشير أن المذنب ما رح يكون قوي بما فيه الكفاية ليهرب من جاذبية الشمس. اليوم الشمس عم تأكل من مادة المذنب. المذنب عبارة عن نواة من الجليد. هذا الجليد لما يقترب المذنب من الشمس بيدوب، فبيعمل هذا الديل الجميل اللي عم يمتد هلا ل 3 مليون كيلومتر خلف المذنب. فهذا الجليد اللي عم يدوب عم نلاحظ الايام هي انه هذا التسارع عم يكون اكبر، وبالتالي عم نلاحظ انه عم يدوب بسرعه اكبر، فقد لا نتمكن من رؤيته ب 29 نيسان. لكن سواء راينا او ما شفنا، نحن كفلكيين قدرنا نلتقط صور عديده له، يعني قدرنا نتابعه بالتلسكوبات بالمراصد. نحن نتمنى انه الناس تشوفه بالعين المجرده، يعني منظر جميل جدا ورائع جدا بالسماء، يعني يدعو للتفاؤل بالنهايه. هلا هالأيام حتثبت لنا يا ترى حيقدر يربح على جاذبية الشمس ويهرب منها ويرجع، أم ستكون الشمس أقوى كما حدث مع مذنب ماضي اسمه آيسون، أيضا دار حول الشمس كنا متفائلين فيه لكن الشمس ابتلعته. هذا المذنب الآن هو بمعركة حامية مع الشمس، عم يدور حولها، عم ننتظر نتائج الدوران. 29 نيسان إما سيكون أمامنا منظر فلكي رائع جدا ومفائل جدا، هو ظهور هذا المذنب في السماء، أو سنخسر رؤية هذا المذنب ويكون احترق في الشمس. إذا هرب من جاذبية الشمس فمداره كل 6000 سنة، يعني حنشوفه 29 نيسان وبعد 6000 سنة، الله يعطيكم ويعطينا طول العمر، بنشوفه مرة ثانية، فمداره كل 6000 سنة. كم سنة بس؟ صحيح. فإذا هذا مدار هذا المذنب، يمكن هو الحدث الفلكي الأهم، لأنه فعلا عم يدعو الناس فكروا أنه حيصطدم بالأرض. صح. لا أبدا أبدا، هو بعيد جدا عن الأرض ولا يمكن أن يتقاطع. عالم ناطرين النيزك اللي بيضلوا بيطالبوا فيه. هو للأسف فكروا المذنب هو نفسه الكويكبي اللي حيصطدم ب 29 نيسان. لا لا لا، هي عبارة عن إشاعة، هو لن يصطدم، هو بالعكس منظر جميل، يعني إذا شفناه كثير حلو. من وقت هيل بوب عم 1992 هذا آخر مذنب كان مرئي بالعين المجردة، حتى اليوم ما شاهدنا مذنبات. فإذا إجا هذا المذنب ومر شغلة جيدة جدا، يعني منظر جميل جدا، وخاصة أنه نحن هلا حاليا ما بعرف إذا وقتها بنكون لسه ببيوتنا أو انتهى الحجر، ممكن نشوفه من نوافذنا، ممكن نصوره، يعني بتضل الذكرى مثل الناس اللي صورت هيل بوب عام 1992، مثل اللي صورت مذنب هالي عام 1986، هي كلها ذكريات جميلة جدا. دائما برجع بأكد سالي نيروين أنه هناك ارتباط حقيقي ما بين الإنسان على الأرض وما بين الأحداث والظواهر الفلكية والكونية، وأكبر دليل كورونا اللي فعلا نتج معنا أنه هو ناتج عن ظاهرة فلكية. خلينا نحكي اليوم عن مذنب أطلس أو أي ظاهرة فلكية. اليوم في بعض الأشخاص يأخذوا منها طاقة إيجابية. خلينا نحكي عن هاي الظواهر الفلكية، قديش هي ممكن تكون بشرة خير، كيف فينا نستفاد منها نحن لنتخلص من هاي الطاقات السلبية؟ كتير حلو. إذا رجعنا للتاريخ، هذا السؤال بده رجع للتاريخ. إذا رجعنا للتاريخ منلاقي فعلا هناك ارتباط ما بين أمور مفائلة وما بين بعض الظواهر الفلكية والأحداث الفلكية. طبعا رغم أنه لا ارتباط علمي ما بينهم، لكن هناك شعور دائما، نحن دائما نقول شعور طاقة قد نأخذها من هذه الظاهرة الفلكية. مثلا الناس اللي تأملت القمر العملاق تفائلت، انبسطت، حست انه لسه الدنيا بخير، في امر جميل عم يطلع. المذنبات ارتبطوا بشكل عام نيرمين مع احداث جميله جدا، يعني نذكر ميلاد السيد المسيح عليه السلام، نذكر قصص كثير ارتبطت مع مرور مذنبات. فبالتالي دائما المذنب تحديدا لما يظهر بالسماء يدعو للشعور بالتفاؤل بشكل كثير كبير. عسى انه يكون مروره ب 29 نيسان هو تفاؤل لنهايه وباء كورونا اللي اجتاح العالم.
ان شاء الله يكون شاء الله. يعني بادرة خير. ففعلا بكل القصص التاريخيه بنلاقي هناك حدث فلكي اما يدعو للتشاؤم او يدعو للتفاؤل، مثل مثلا ارتباط انتي مارس او انطارس قلب العقرب مع القمر، اذا نزل القمر بقلب العقرب بيدعو للتشاؤم وهيك قصص. فايضا هناك امور تدعو للتفاؤل. بشكل عام ارتباطنا هو اللي بيخلينا دائما نستمد من هذه الاحداث الفلكيه الطاقه، ودائما بدعو ان ناخذ من الطاقه الايجابيه فقط، دائما نتفائل فيها. ما في حدث فلكي الا مفائل، ما في شيء بيصير بالسماء الا شيء حلو، لانه دائما السماء ما بتاتينا الا بالاشياء الجميله. فدائما نحن ننبسط بهالاحداث الفلكيه، نقول انه هي بادره خير، هي شيء حلو كثير. وصدقوني يعني باكد تماما انه بالمعنويات العاليه بالبسمه ما في شيء بوقف بطريق البشريه. يعني دائما في نظره هيك مستقبليه دائما. شو رؤيتكم كجمعيه فلكيه سوريه، رؤيه علميه مشان ما يفكروا هلا انه نحن عم نتوقع او عم نحكي بموضوع اخر، لا خلينا نحكي عن شيء علمي. تمام. نحن الشهر الرابع. الرابع. يعني من منتصف نيسان وحتى نهاية هذا العام إن شاء الله على خير. إن شاء الله يا رب. دائما سالي للأسف الشديد بعض الناس لما دخلوا عام 2020 دخلوا بوباء، دخلوا بمشاكل، قالوا عن عام 2020 إنه عام سيء، عام ما له إيجابي. نحن لا، إن بالعكس تماما، ممكن إنه هذا الوباء بيصير، هذا شيء طبيعي جدا، ما في شيء غريب. الوباء صار بتاريخنا وعم يصير، يعني شيء طبيعي جدا. ما نربطه بالعشرين. تماما. بالعكس نحن هلا صرنا بالشهر الرابع ان شاء الله، لسه الايام جايه لقدام. شهر العام 2020 حاملنا احداث فلكيه كثير حلوه، حاملنا صحيح تاجلت هلا بعض المهمات الفضائيه، كان في مهمه مثلا الهبوط على كوكب المريخ اللي كنا عم ننتظرها كلنا بآب، كان في مهمه روسيه اوروبيه مشتركه للهبوط على سطح المريخ، لكن بسبب فيروس كورونا تاجلت لانه ما صار اجتماع بين الدولتين، بين علماء الدولتين، فتاجلت لبعد سنتين. يعني كان هذا الشيء جميل انه كان الهبوط على كوكب المريخ تأجل لكن لم يلغى. يمكن قعدتنا بالبيت الفترة الماضية ساعدتنا على تطوير إمكانياتنا، سواء بالقراءة، سواء بالمطالعة، سواء بالبحث العلمي. صح. بأي شيء، فهذا ساعد. فأنا متوقع أنه الفترة القادمة وخاصة مع بداية الصيف اللي حيظهر تأكيد للأبحاث اللي عم تقول كورونا رح يحد من انتشاره، الصيف رح يحمل تفاؤل كتير كبير، رح يحمل يمكن خير للعالم. دائما بعد كل غيمة بيجي شيء خير، دائما بعد كل غيمه بيجي شيء خير. فنحن جدا متفائلين، الاحداث الفلكيه لسه لقدامنا. صحيح روحنا يمكن على حالنا رصد القمر العملاق بسبب الحجر وبقائنا في المنزل، لكن رصدناه من بيوتنا، ولقدام في احداث ثانيه اكيد رح تتكرر ورح نتابعها ورح نكون بصحه اكبر ورح نقدر نسجل انتصار تاريخي على فيروس حاول يقضي على البشريه سواء كورونا او غيره. يعني بالنهايه نحن انتصارنا على الفيروسات هو انتصار كائن كامل هي البشريه على كائن اخر هو الفيروسات. فهي معركه مثل ما تفضلتي سالي قبل شوي دائما تدور ما بين الفيروسات وما بين البشريه. قبل ما نختم مع حضرتك، شهر رمضان الكريم هو من الامور الناطرة العالم، فينا نحدد هلا موعده ولا لسه بكير؟ هلا لسه بكير شوي تقريبا، يعني بهاليومين نحن كنا شوي مشغولين بالقمر العملاق فما عملنا الدراسه، فعليا اليوم او بكره بدنا ننهي دراسه شهر رمضان المبارك. فعلا الناس عم تترقب هلال شهر رمضان المبارك. يمكن الجماليه العام هذا بصراحه خليني سبق شوي هي بهلال العيد. يمكن هلال رمضان شوي صعب، يعني يمكن رؤيته حتكون تحتاج الى تلسكوبات متطوره، قد يرى بمكان لا يرى بمكان آخر، يعني مو واضح كتير حيكون للناس. لكن الأروع والأجمل حيكون هلال العيد، حيكون هلال شوال واضح تماما بالعين المجردة، رح يكون في فعلا تأمل له بشكل كامل للناس، يعني يقدروا يشوفوه يستمتعوا فيه. هلال رمضان يمكن خاصة بعد ما طلعنا من ليلة النصف من شعبان، المشاكل اللي رافقت ليلة النصف من شعبان، وخاصة أنه بعض الناس ظنوا أنه هناك خطأ في دخولنا لشعبان، وأكدنا أنه لا، دخولنا لشعبان كان دقيق 100% بسبب اختلافات بعض الدول بدخول شهر شعبان. والدليل كان خلينا نسميه البرهان الأكيد هو كان القمر العملاق، لأنه لا يأتي القمر العملاق إلا بمنتصف الشهر القمري. صحيح. وبالتالي كانت ليلة الأربعاء لما كان القمر عملاق هي ليلة منتصف من شعبان، وبالتالي كان دخولنا دقيق جدا لشعبان. فنحن بس انشغلنا شوي كنا بضبط وبدقة شعبان. إن شاء الله خلال يومين ثلاثة يمكن يصدر عنا كتاب عن موضوع شهر رمضان المبارك العام، وأنتم بخير يا رب. إن شاء الله نصل لشهر رمضان المبارك يكون الوباء زال من كل العالم. إن شاء الله يكون يعني شهر خير وبركة. أكيد نتشكر وجودك معنا دكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية بشهر هاي الأعياد اللي عم نمر فيها. إن شاء الله يا رب شهر الصوم
عند جميع الطوائف، وشهر رمضان المبارك يكون خير وبركة وتزول الحروب كلها، سواء كانت حروب بشر مع بشر أو حرب فيروسات مع بشر. صحيح سالي، يسعد صباحك، صباح الورد، صباح الخير نرمين.